بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل محاضرتنا للدرس الماضي اللي هي كانت الستريسز ان 3 دايمنشن. اول تطبيقات الستريسز ان 3 دايمنشن راح نعيدها مره ثانيه. اللي هي ستريسز اون انكلاين سكشنز ان 3 دايمنشن. Consider a tetrahedron section OABC, the origin, نقطة O, الإحداثيات مثل ما تشوفون قدامكم, XYZ. راح ناخذ هرم مثلث القاعدة OABC. الجيومتري بالـ 3 dimension بأن احنا إذا نزلنا عمود من نقطة A على المستوي الـ ABC وراح يكون هذا العمود طوله R، فراح يحصر هذا العمود زوايا مع المحاور الرئيسية اللي هي زاوية ألفا مع الـ X axis، زاوية بيتا مع الـ Y axis، وزاوية لامدا مع الـ Z axis. نلاحظ بأن احنا بما أنه الـ O R هو عمودي على المستوى AB، فراح يصنع زوايا القطع المستقيمة المرسومة على المستوي ABC. فإذا راح تكون الزوايا اللي تحصر هذا المحور نسميها بالدايركشن كوساين، اللي هو تعطينا الانحرافات والميول لهذا النورمال فيكتور بالنسبة للإحداثيات الجلوبال أكسس اللي هي اكس واي زد. كوساينها راح نعطيها الرموز ال وام وان. كبرهان نحتاج العلاقه ال تربيع زاد ام تربيع زاد ان تربيع تساوي واحد، اشبه بعلاقه كوساين الفا كوساين بيتا تربيع يساوي واحد. راح نبدا من هذا الشكل متوازي السطوح بارالوجرام. ناخذ الأبعاد A, B, C, D والوتر A, B, C والوتر D. فإذا أردنا نطلع الوتر D هو عبارة عن نأخذ المثلث أول مرة الجانبي اللي هو C, B، فالوتر الجانبي راح يصير C تربيع زائدا B تربيع تحت الجذر. وإذا أخذنا هذا المثلث المائل اللي قاعدته A والوتر مالته الرئيسي D والوتر الجانبي اللي هو طلعناه قبل شويه بي تربيع زائد سي تربيع، راح يكون عندنا دي تربيع يساوي اي تربيع زائد بي تربيع سي تربيع. الان خلينا نقسم على الدي تربيع، فراح نحصل اي على الدي الكل تربيع زائد بي على الدي الكل تربيع سي على الدي الكل تربيع يساوي كل واحده من ذني هي الدايركشن كوساين ال تربيع ام تربيع ان تربيع. فاذا حصلنا على اول triangular relation لل direction cosine اللي هي زوايا الفا بيتا جاما اللي هي تحصل عفوا بالرسم انا كاتب لامدا هي جاما، راح نصحح الرسم ان شاء الله. اوكي ف اول علاقه حققناها، نريد نبرهن بعد هل بالامكان ان نعبر عن direction cosine بالمساحات بدل من الأبعاد. فرح ناخذ شنو؟ رح ناخذ المساحات الجانبية للشكل. المساحة الجانبية O B C نسميها AY. ليش نسميها AY؟ لأن عمودية على المحور Y. المساحة O B C رح نسميها AX لأنها عمودية على X axis. وال O A B رح نسميها AZ لان عمودية على الزد اكسس. اوكي مساحة التتراهايدرون ممكن ان تعبر باربعة طرق. اولا هي ثلث المساحة الرئيسية اللي هي المساحة اللي نتكلم عنها OBC في
القاعدة أو في ارتفاع الهرم اللي هو راح يكون الآر، وبنفس الوقت نقدر نقول هي تساوي أيضا ثلث الأريا إكس في المسافة أو أي، وثلث المسافة أريا واي في المسافة أو بي، وثلث المسافة أي زد في الأو سي. الآن نقسم على ثلث، تختصر الثلث من هاي العلاقة، فنحصل من كل اثنين من التساوي، ناخذ كل اثنين من ذنين نخليهم في حالة تساوي، نحصل على ان اي اكس يساوي الاريا مضروبه في ار على او سي. لو ننتبه ار على او سي هي كوساين الفا، والار على الاو بي هي كوساين بيتا، والار على الاو سي هي كوساين جاما. فاذا نقدر نقول علاقات المساحات تشابه علاقات الخطوط المستقيمه والكوس دايركشن كوساين الها. هذه نسميها البروجكشن للاريا، راح نحتاجها في الاشتقاق مالها. To find the normal stress sigma n and shearing stress tau n t, first find the stress resultant px, py and pz in x, y and z direction on the inclined plane a, b, c. Now come to px, py and pz. ال px في الاريا اللي تتأثر عليها، نرجع لهذا الشكل، الـ Px راح تكون محصلة القوى بالـ X direction، فالـ Px في الـ area اللي راح يأثر عليها اللي هي A, B, C، أو احنا سميناها capital A, only capital A. ايش راح تساوي؟ راح تساوي sigma X. sigma X وين دي يأثر؟ يأثر على الـ opposite plane اللي هو الـ O, B, C، فسيجما X بلاك الاتجاه مضروب بالاريا او بي سي، زائدا بلس تاو واي اكس في الاريا اي واي، بلس تاو زد اكس في الاريا اي زد. الان لو قسمنا على الاريا فراح نحصل بي اكس تساوي سيجما اكس اريا اكس على الاي، اريا اكس على الاي هي الدايركشن كوساين للزاويه الفا، والاريا واي على الاي هي الدايركشن كوساين للزاويه بيتا، والاي زد على الاي هي الكوساين للزاويه جاما. سيميلارلي بنفس الاسلوب في واي ايكوال سيجما واي ام الى اخره اكسترا. This relation can be written in matrix form px py pz as a vector equal stress matrix. هذه stress matrix times الدايركشن كوساين. إذن حصلنا بأن محصلات الإجهادات هنا بي اكس هي إجهاد، محصلة إجهاد بالدايركشن كوساين تساوي مصفوفة الإجهاد مضروبة بالدايركشن كوساين، ومنها سيجما ان ممكن تنكتب بي اكس كوساين الفا، بي واي كوساين بيتا، وبي زد كوساين جاما. This relation also can be written in matrix form, row matrix LMN times column matrix PX, PY, PZ. Now, PX, PY, PZ can be expressed in this form and substitute to get sigma N equal 3 matrix multiplied by each other, from which we got and we get, sorry, sigma n is our sigma x l square, sigma y m square, plus sigma z n square, plus 2 tau x y l m, plus 2 tau y z m n, plus 2 tau z x n l. This is the normal stress on the inclined plane. For tau n t, use the total resultant of stresses, which is equal tau nt equal under square root px square plus py square plus pz square minus sigma n square. Okay. في هاي الحالة احنا حصلنا الإجهادات في أي مستوي نحتاجه ما إلبي. وراح نطبق مثال، هذا مثال بالأرقام. سيجما x 20، سيجما y minus 8، والسيجما z
12 ميجا باسكال، والتاو اكس زد يساوي ستاعش ميجا باسكال، والتاو واي زد يساوي 12 ميجا باسكال، تاو زد اكس 6 ميجا باسكال. فايند سيجما ان تاو ان تي اون انكلايند بلين with alpha equal 30 degree and beta 75 degree. Solution. First find gamma. هنا أنا ما مطيك الزاوية gamma. بس مطيك alpha و beta. فمنين أطلعها؟ أطلعها من علاقة cosine تربيع alpha plus cosine تربيع beta plus cosine تربيع gamma equal 1 from which we got gamma which is equal 64.6 degree. Now compute L M N the direction cosine. Check. هذا check يعني نقول تحصيل حاصل خف واحد خط غلطان بالحسابات. L تربيع زائد M تربيع plus N تربيع يساوي واحد. فأكيد يطلع واحد لأن هو إحنا أصلاً طلعنا الجاما من هاي العلاقة. Okay. Now find P X P Y P Z. Px, Py, Pz, you can find it either by multiplying matrices like this matrix, sigma x tau i z, put here the stress matrix and multiply it by the direction cosine, Lmn, then you will get Px, Py, Pz, or compute each one in one row, Px, sigma xl الى اخره. Well, then we will got px يساوي 24 ميجا باسكال, py 16.92 ميجا باسكال, and pz 13.44 ميجا باسكال. Thus sigma n will be computed from this equation and we get the sigma n 30.9 36 megapascal. To find tau, use the square root px square plus py square pz square minus sigma n square, and we get tau nt 9.33 megapascal. Okay. هذا كان مثال وطريقة كيف نستخرج الإجهادات على أي مستوي ما ما هي التطبيقات الإضافية بالموضوع؟ عندنا موضوع الـ principal stresses in 3D. Assume general state of stress in three dimensions subjected to sigma x, sigma y, sigma z, tau x y, tau y z, and tau x z act on the faces of a block in three dimensions. Find the principal stress and the directional cosines of the section under these principal stresses. تعريف principal stress هو شنو؟ هي حالة الإجهاد العمودية القصوى بحيث قيمة تاو ان تي تساوي صفر. إذا رح ننطلق من هذا التعبير بين أني ما عندي تاو ان تي فقط عندي سيجما ان، إذا أقدر أستخرج بي اكس بي واي بي زد مباشرة من سيجما ان اللي هي برنسبال ستريس. البي اكس بي واي بي زد شو تساوي؟ راح تساوي سيجما ان في كوساين الفا، بي واي شو تساوي؟ تساوي سيجما ان في كوساين بيتا، وسيجما ان في كوساين جاما هي البي زد. نجي نعوضها في مصفوفة الـ PX PY PZ اللي احنا اصلا محصلينها. نعم عفوا دكتور ممكن نعم. سؤال اسف للمقاطعة بالبرنسبل قلنا انه تاو انت صفر زين اي نعم صفر شنو فرق عن تاو اكس واي يعني بالمقطع اللي هي تاو اكس واي واكس زيت واي زيت هو شوف هو كلهن جايات من سيجما اكس سيجما واي سيجما زد
بس اكو مستوي، كل ما تفر المستوي قيمة الإجهاد تختلف. زين؟ فاكو مستوي، هذا المستوي ما بي شير ستريس، فايش راح يكون؟ راح يكون اقصى نورمال ستريس، راح يعطيك ماكسيمم سيجما ومينيمم سيجما وانترميديت سيجما. نعم. هسه وين وصلنا؟ للبي اكس يساوي سيجما في اي كوسين الفا. بي اكس بي واي بي زد عبرناهن بدلاله كوساين بيتا كوساين الفا كوساين جاما. نقدر هذا اني وين نعوضهن؟ نعوض هنا البي اكس بي واي اللي هي ضرب مصفوفه بالال ام ان، ننقل للطرف الاخر. من راح ننقل للطرف الاخر بهذا الشكل، شوف المصفوفه، جينا عوضنا بي اكس بي واي سيجما تايمز ال ام ان، فراح تكون بسيجما اكس ماينس سيجما تاو اكس واي الى اخره وتساوي صفر. هذه اما ال ام ان تساوي صفر، وهذا ما يجوز، ال ام ان تساوي صفر، لا توجد زاويه تجمع الدايركشن كوساين مالتها كوساين تربيع، كلها تساوي صفر. هاي حاله غير صحيحه بالترايجونومتريك سيريز، عفوا بالترايجونومتريك ريليشن، العلاقات المثلثيه. اذا ايش راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا الديترمنت مال المصفوفه هي تساوي صفر. الديترمنت مال المصفوفه هي تساوي صفر. هسه السؤال اللي يطرح نفسه، شلون نحسب ديترمنت لمصفوفه؟ من يتذكر؟ دكتور اكو نعم طريق، نعم طريقة نسمع الأولى هسه. الأولى مثلا نثبت رو اي ومثل الأول بي مثلا سيجما اكس ناقص سيجما، فراح يبقى مصفوفة ثنائية باعتبارها العفوة طريقة مال ثلاثية حتى نحولها ايوه لثنائية. هسه على الثلاثيه اي توكل. اي نعم، فمثل ما تفضلت نجي ناخذ الصف الاول، نعم هذا نحذف السطر، نحذف هذا السطر وهذا العمود، هذا العمود. فالقيمه الاولى بما نضربها بالديترمينت مال المتبقي، ثم المتبقي اللي هي بقى الثنائية سيجما واي ناقص سيجما على تاو واي زد. احسنت. ايه وتكمل العفو دكتور، اي تاو زد بعدين، واي سيجما. بعدين ايش ناخذ؟ ما بناخذ العنصر الثاني بالصف عافية. الأول. إيه. اي وهم نضرب في المتبقي، بس هي موجب سالب موجب، فراح موجب يبقى احسنت. فالاول راح ناخذ موجب والثاني راح ناخذ سالب، بعدين ناخذ موجب، نضرب ما يعرف بالكوفاكتر. هاي العمليه اللي ذكرتها حضرتك، ان تشطب السطر الاول والعمود الاول يبقى الاثنين باثنين، هذا الحد يسموه الكوفاكتر. طبعا اذا ثلاثيه لها قاعده، من تصير رباعيه او تصير n باي n، راح القاعده راح تصير بلس ماينس بلس ماينس الى اخره. هاي اولا. الطريقه الثانيه مثل ما انا راح، ما كانت التاكيد راح تعرفها، بل راح ننقل العمود الاول والعمود الثاني على الجنب ونضرب بالاتجاهات الموازيه للقطر، العليا فورورد والسفلى باكورد. فالضرب الفورورد راح نعطي اشاره موجب، وضرب الباكورد نعطي اشاره سالب، فتطلع عده ديتيرمنت. طبعا هذه الديتيرمنت شنو المجهول الوحيد بها؟ سيجما. هذه السيجما مجهوله، لان اصل السؤال من البدايه، خاف ما تابعتوا وياي، السؤال ما هو المستوي الذي تؤثر عليه البرنسيبال ستريس، وهو من البرنسيبال ستريس مجهول، والمستوي مجهول. فكم مجهول عندي؟ عندي سيجما مجهول، عندي ال وام وان مجهول. فهم الدايركشن كوساين يعني بيا اتجاه، ما ندري بيا اتجاه، وبنفس الوقت ما هي القيمه ايضا مجهول. فهنا المجهول بهاي المعادله هو سيجما. فمن راح نضرب سيجما، لاحظوا سيجما راح تنضرب في ذن الاثنين، راح تطلع عندي سيجما تكعيب. فهذا الديترمنت راح يعطيني معادله من الدرجه الثالثه، expand and get cubic equation. ما معنى عباره cubic equation؟ معادلة من درجة ثالثة.
in sigma solve graphically or by a Newton-Raphson method. حلها بطريقة graphical solution أو بطريقة Newton-Raphson method للتقريب. الجرافيكال نفس تطلع لنا دالتك اي بي نروح نرسمها بالحاسب ونطلع قيمها، او طريقه نيوتن رافس ميثود بيش نحلها بالطريقه ترايل اند ايرور. نيوتن رافس ميثود راح نفرض قيمه للسيجما ولتكن صفر، نحلها يطلع ايرور، نعدله يعني اولد فاليو اند نيو فاليو، وتذكرون طريقة مالتها بالتحليلات. فمن راح نحل ايش راح نحصل؟ نحصل على القيمة الأولى سيجما 1 ثم سيجما 2 ثم سيجما 3. الآن توفرت عندنا حاسبات، بس نكتب القيمة التكعيبية يعطينا الأنسر. يعني لو تشوفون اكو بعض الحاسبات تعطي معادلة من الدالة الثالثة يعطيك الحلول الروتس الجذور للمسألة. get three values واحصل على three values sigma 1 sigma 2 and sigma 3. الأكبر راح نقول عليها maximum principal stress، والوسط نسميها intermediate principal stress، والأصغر اللي هي minimum principal stress. اوكي نرجع مرة ثانية أذكركم، إحنا عندنا مجهول الإجهاد normal stress. إيش طلع عندي كم إجهاد؟ ثلاثة. ثلاثة واحد سيجما 1 سيجما 2 سيجما 3. أنا كان عندي مجهول سيجما فقط، الآن المعادلة شطتني أعطتني ثلاثة حلول. لكل حل من هاي الحلول راح نستخدم شنو؟ L و M و N. لكل حل من هاي الحلول راح نستخرج L و M و N. Next, find section of sigma 1, sigma 2, and sigma 3. عندها أوجد المقاطع للسيجما 1, sigma 2. For sigma 1, assume L1, M1, N1. إذا direction cosine لحالة sigma 1 هي L1, M1, N1. And get and substitute. نجي نعوض هنا. Sigma X minus sigma 1 الحل الأول في L1 زائد tau XY في M1 زائد تاو XZ في N1 يساوي صفر، وهكذا. هذه معادلات ثلاثة، تذكرون من حلينا بالدرس الماضي قلنا ذني معادلات، بما أن الطرف الآخر صفر زيرو ماتريكس فنحتاج نحذف أحدهم، كان الأولى أو الثانية. من الثانية والثالثة راح نستخرج العلاقة L1 بدلالة M1 N1 ونعوضها بالثانية M1 بدلالة N1، فراح نحصل التعبير عن M1 L1 بدلالة L1، ثم نعوضها بالمعادلة الثالثة اللي هي L تربيع زائد M تربيع زائد N تربيع يساوي واحد، نحصل الحلول لقيمة L1 M1 N1. ملاحظة، هذا راح تكون عندي زائد ناقص زائد ناقص زائد ناقص. احنا هنالك مستويان متوازيان parallel sections، واحد موجب وجي موجب والاخر وجي سالب. مثل ما اشتغلنا السيجما 1 وطلعنا L1 M1 N1، نشتغل الان الى سيجما 2 وراح نستخرج L2 M2 and N2، نعوضها ونستخرج. اوكي وكذلك نكرر العملية للسيجما 3 ونطلع L3 M3 N3. ملاحظة مهمة، the three sections of principal stresses are at right angles. هذه المستويات الثلاثة للإجهادات الثلاثة متعامدة بعضها على البعض الآخر. وبالرياضيات إذا حصلنا مستويات متعامدة فالبرودكت الـ sum of products يساوي صفر. الـ sum of products L1 L2 M1
and 2 and 1 and 2 perpendicular direction. إذا سويتهم عليهم الصفر برودكت صم يعني كتشيك للتشيك. الآن بما أنه هذا الموضوع مهم بما أن هذا الموضوع مهم جماعة الإنشاءات ما عفونا حائرين كل مرة نجي قال زميلكم من طريقتين لضرب المصفوفات أنا من قلنا ضرب طلعنا الديتيرمينت فأنا وزميلكم قمنا نشرح لكم إن شلون نطلع الديتيرمينت لهذه المصفوفة هذا يأخذ من عندنا جهد وقت فسووا الباحثين قبلنا أعطونا معادلات جاهزة قال لا تتعب نفسك معادلتك تضرب وتتعب راح تطلع هاي صيغتها هذه نحفظها طلاب يا هلا دكتور هاي ظللتها اللي تشوفوها اللي بعد وير equation ها اللي بعد وير لو قبل لا قبل وير ظللتها اللون الرصاصي the cubic equation of principal stress usually written as هذه الطريقة يعني مو تضرب مصفوفات وتخلص راح يطلع لك هذا الناتج فإذا ساعدونا بسطوها قالوا معادلتك راح تطلع هذا الشكل سيجما 3 I1 سيجما سكوير بلس I2 سيجما ماينس I3 يساوي صفر جين I1 سموها invariants ما معنى عبارة invariants stress invariants راح أعطيها bold المهمة هاي variant variable invariant غير متغير ثوابت هاي يسموها ثوابت الإجهادات التي هي I1 ماذا تمثل مجموع سيجما X زائد سيجما Y زائد سيجما Z I2 شو تمثل ضرب الأزواج سيجما X سيجما Y سيجما Y سيجما Z سيجما Z سيجما X مطروح التاو سكوير للإكس واي والواي زد والزد إكس وأخيرا I3 الحد المطلق شي يساوي ضرب التكعيبات اللي هو سيجما X في سيجما Y في سيجما Z ناقص سيجما X في التاو إكس زد ناقص سيجما Y في التاو إكس زد هذي شو Y زد هاي X زد وسيجما Z تاو إكس واي تربيع بلس 2 تاو إكس واي تاو واي زد تاو زد إكس هذه إذا ما تنحفظ دخلوها وياكم بالامتحان أو أنا أعطيكم إياها لازم تنحفظ هذه يعني لازم تكون مضبوطة جوا إيدك وإلا تضطر شو تسوي تقعد تحسب ديترمينت بالامتحان بينما هذه تعطيك مباشرة القيم من عنده سؤال على هذه مهمة جدا هاي ظللتها الثانية The cubic equation of principal stress usually written as هذه الصيغة لازم تكون مضبوطة حافظ ناقص زائد ناقص I1, I2, I3 I1 تساوي مجموع السيجما X و I2 التربيعات وال I3 التكعيبات نعم من عنده سؤال يعني دكتور ذني ملخص الموضوع كله ذني معادلات الثلاثة مو الموضوع بس هذا الموضوع البرنسيبال ستريس هذا مو ملخص الموضوع العفو الاسم بالخير تحسين عيني هذا يعوضنا من ضرب الديترمنت فقط نعم يعني عوضنا هاي الخطوة بس شوفوها يعني بس هاي الخطوة بدل ما تقعد تطلع ديترمنت حتى تطلع المعادلة من الدرجة الثالثة هاي يقول لك المعادلة من الدرجة الثالثة أحسن تساويها اختصر لك عملية الضرب بس مو الموضوع كله نعم الآن نأخذ مثال دكتور عفوا الهندسة ما تتوضح إذا مو مثال يقول given سيجما X سيجما Y سيجما Z هذه هي أوكي هاي القيم هاي التاو X Y Find the principal stress sigma 1, sigma 2, sigma 3 and directions of their section. The answer
شوف ما تعبت نفسي، أحسن كتبت لكم هذا هو الحل. زين هاي شلون؟ لازم نجي نحسب من هنا، نحسب اي 1، اي 1 شو يساوي؟ مجموع راح السلمين. اشتغل شوي، راح اشتغل لكم بالاكسل. ترى احنا ما نشوف العفو الشاشه مال اللابتوب مالتي يعني. لا ليش انا مسوي شيرنج؟ ما في دكتور. لا جزء عندك الانترنت خاف ضعيف. شوف بس الصوره حتى عندنا تطلع. انا موجه الكاميرا على لا بس راح انا راح اسوي ستوب شيرنج واسوي من جديد شيرنج. اخاف لا تكون عندكم ال هسه هو بس حضرتك دكتور يعني موجه عليك كامل. راح اضم راح اضم وجهي بلكي تطلع الشاشه. سلامكم مكان خامن موجوده بس من يضع النت اخاف. سوي ريستارت، اطلع طب واطلع طب واطلع، يجوز مشكلة عندك بالإنترنت. نستمر طلاب. دكتور ما طالع الميت هذا. في اطلع من من الجوجل ميت وارجع طب مرة ثانية بالرابط. نعم هسه طلع دكتور حالي طيب. اوكي هسه اللي اريده من عندكم جربوا انتم ورا ما نخلص المحاضره هذه الستريسز سيجما اكس سيجما تعالوا طلعوا اي 1 اي 2 اي 3 ايش راح تطلع لك؟ تطلع ارقام. وين تجي تعوضها؟ تعوضها هنا. راح تعوضها هنا معادله من الدرجه الثالثه. كل واحد منكم راح يفكر شلون انا احل معادله من الدرجه الثالثه؟ اكو عندهم كالكوليتر واكو قسمة حلوة بالأكسل. زين واكو نيوتن رافسن ما تفيدك بالامتحان ما تلحق، فأهم شيء عندك كالكوليتر تحط بيها الـ I1 I2 I3 راح رسن تعطيك الحاسبة الحلول الثلاثة. هاي الانسر أنا مطيك إياها تشيك. مثال آخر example 2 هذا example 1 كان find the principal stresses and direction of their sections the solution. راح نطلع determinant تساوي صفر، عوضناها. هنا انا مشتغل انا بيه من يا طريقه استخراج المصفوفات، اخذت العنصر الاول ضربته بذين الاثنين العنصر الثاني وهكذا فحصلت على هاي المعادله. يقدر الطالب شو يسوي؟ يقدر يجرب الآي. الها عافية أحسنت. يقدر يجرب الآي. خلنا تشوف الستة تطلع الستة. التعريف الآي وان شو يساوي؟ يقول هي سيجما إكس زائد سيجما واي زائد سيجما زد. يلا جمعة 20 ناقص 12 8 8 ناقص 2 6. شوف ايش طلعت عندي 6. الحد الثاني شو يقول؟ يقول سيجما إكس في الاي شي يساوي هنا سيجما اكس في سيجما واي 4 في 7 28 استاذ. هنا الاي 1 ليش طلعت سالب 6؟ مو المفروض تطلع موجب سيجما واي في سيجما زد؟ مو هي بالقانون سالب صح؟ لا لا من اي هي من موجب اي 1 سيجما اكس زائد سيجما واي زائد ايش قد طلع؟ طلع موجب 6 مو تمام؟ اي بس بالقانون ايش مكتوب؟ اي
ناقص اي 1 الاي 1 6 في ناقص اي اي واضح هي اصلا هون الماينس مو من مو من عمليه وانما الماينس من القانون نفسه. اوكي شوفوا هذا شلون العفو اهلا وسهلا شلون انحلت هاي سيجما تكعيب ناقصا الى اخره. انا هنا جيت حليت لكم اياها جرافيكالي بالرسم جرافيكالي وين يتقاطع مع الاكس اكسس هاي حل جذر فعندي تقاطع بهاي النقطة هاي النقطة وهاي النقطة طلع الجواب بهذا الشكل. هاي شو السهنان هاي القيم نفس الشيء اللي حليناها طلعت هنا طبعا هذه موجب بس بالقانون ما هذه سالب صح هاي صحيح سيجما 1 سيجما 2 سيجما 3 اما جرافيكالي بهذا الشكل وهاي ما تفيدك بالامتحان جرافيكالي تقعد ترسم يراد لك كالكوليتر جذور الثلاثية هاي جذور الثلاثية تحلها وتطلع لك الانسر. بالمناسبة اكو هسه برامجيات بالموبايل بس المشكلة بالامتحانات لما نصير بالجامعة مرات ما يسمحون بالموبايل يدخل او انترنت يشوت شنو عليه بينكو برامجيات مثلا ماثماتيكال اكويجن تحط بيه المعادلة تعطيك الجذور مباشرة عندنا حاسبة تحل جذور. أوكي. لاحظوا طلاب. أعلى واحد هو أعلى موجب. دير بالك. يعني ناقص 18 مو أكبر من زائد 0.8. هاي رياضيات. الرياضيات الموجب هو دائما أعلى من السالب. فأعلى موجب وأقل سالب هو السمولست وان. نجي ناخذ الاول لارجر نجي على هاي المعادله خذ اللارجر اللي هو 23.285 فايند ال1 ام1 اند ام2 ان2 يوز استعمل هاي العلاقه مثل ما قلت لكم هذين ثلاث معادلات الطرف هذا يساوي صفر هذه لو تتعب نفسك وتحلها ما تحصل حل ليش لان هذه مصفوفات نسميها صفريه الطرف الآخر صفر فناخذ اثنين ونهمل الثالثة أما ناخذ الأولى والثانية ونهمل الثالثة أو ناخذ الثانية والثالثة ونهمل الأولى أو ناخذ الأولى والثالثة نهمل الثالثة فأي كانت أخذ اثنين وعوف الثالثة من الاثنين ذني أوجد L1 بدلالة M1 N2 تعال عوضها بالثانية مطلعت الوان بدلات ام1 ان2 عوضها هنا ام1 ان2 النوب اود ام1 بدلاله ان1 فصارت كلها بدلاله منه واحد من عندهم نجي وين نعوض هذه القيمه الواحده المجهوله نعوضها بهاي العلاقه فراح نستخرج لاحظ هنا انا قلت انا هنا كاتب لك فشيء بدلاله ان1 وإلى آخره يساوي واحد وتربيع بما أنه تربيع من راح تجذر التربيع راح تحصل زائد ناقص 0.13033 ترجع تعوضها تحصل بالعكس تحصل أموان وتحصل أموان هذه راح أظللهن ذني ذني شو يعتبرن الدايركشن كوساين مالت من مال ما وان مال هذه اللي هي 23 العملية للسيجما 2 نعم فطنت طلع الجواب اوكي 0.01808 الى اخره ومن ثم السيجما 3 هاي دايركشن كوساين مالت
مثال آخر، عفوا هنا حد هنا من عنده سؤال قبل ما أدخل بالمثال الثالث؟ دكتور بس السيجما 3 لازم سالب 18. سالب 18، أحسنتي. هاي ترى طباعة يا طلاب، أي هاي طباعة، فمرات ناقص زائد على اشتداد. وانتم ملاحظاتكم، احنا نكمل المحاضرة ندقق. بعد من عند السؤال ننتقل للسؤال الثالث. مو على طول يجينا السؤال طلع البرنسبل دايركشن سيجما 1 سيجما 2 سيجما 3. مرات يجينا هيك السؤال يقول فاين سيجما واي such that one principal stress is zero. خلينا نوقف يم هذا السطر. شي يقول طلع سيجما واي بحيث واحد منهم يساوي صفر، يعني لأما سيجما 2 تساوي صفر أو سيجما 1 تساوي صفر أو سيجما 3، فواحد منهم صفر. فإيش راح نسوي؟ راح نحل المعادلة بدلالة سيجما واي ونعتبر سيجما تساوي صفر. نطلع ديتيرمنت، فهاي الديتيرمنت من عندها راح تطلع عندنا سيجما. إذا المسألة بسيطة جدا، بس مجرد احنا خلينا نقول زين نطلع البقية. أرجع أكتب الستريس انفيرينت مالتي، أوكي، بعد ما طلع السيجما واي بحصل على معادلة من درجة ثالثة سيجما 3 ناقصا 14 سيجما 4 ما 2 لازم تكون عندي هي سيجما 2 وهذه سيجما 3. ليش؟ يعني الصفر أكبر، الصفر أكبر من ناقص 20. الصفر أكبر من ناقص 20. بعد ما خلصت حسبت سيجما 1 سيجما 3 وسيجما 2 M1 N1 لكل للسيجما 1 و L2 M2 N2 للسيجما 2 وهكذا. دكتور بس الماكسيمم شير هو مو اصلا برنسيبل زي ما طلعناه، شكو ندور ماكسيمم شير؟ يعني هو باعتبار ماكو شير اصلا، يعني شلون؟ وثانيا معادله يعني دائره مور ثلاثيه احنا ما ماخذيها، يعني احنا ماخذين ثنائيه، يعني بس ديلوشن. راح او زميلتكم جدا بان تقول احنا موضوعنا برنسبل الجاب التوع الوقت. هاي مو الشطر الاول بسؤالك ريتي؟ اي نعم دكتور. الو بس لا الطلاب طلع. ايش قد طلعت عندي سيجما 1 23؟ بل خلينا نبقى الارقام مره ثانيه. 35 ناقص 20 صفر. راح اخلي نقطه بمكان كل هذه سيجما 2 وهاي الخمسة وثلاثين وهاي ناقص عشرين. طلاب ده شاشة الأوتوكاد طالعة عندكم لو ما طالعة؟ نعم طالعة دكتور. طالعة دكتور نعم. أوكي. راح أجي أرسم بين كل نقطتين دائرة. دائرة مور شو تمثل؟ يعني هي صح 3 دمنشن، بس راح أقول بين سيجما 1 وسيجما 2 راح أرسم دائرة. هاي دائرة مور.
هاي تمثل سيجما 1 وهذه سيجما 2. الآن بين سيجما 3 والسيجما 2 أيضا راح أرسم دائرة، هاي دائرة مور الثانية. زين بعد بين سيجما 1 والسيجما 3 راح أرسم دائرة، دائرة مور الثالثة. هاي سيجما 1 سيجما 2 سيجما 2 سيجما 3 وسيجما 1 سيجما 3 وين تاو ماكس؟ من يعرف؟ لا شلون دكتور؟ وين التاو ماكس؟ هذه التاو ماكس، هذه من هنا لهنا اكبر شير، اكبر نصف قطر لدائرة مور الثلاثية، هاي يسموها 3 dimensional more circle. ما ماخذيها احنا اول مره نشوفها 3 dimensional more circle. راح ناخذ سيجما 1 زائدا سيجما 3 مطلق، مطلق سيجما 1 بدون اشاره زائدا مطلق سيجما 3 بدون اشاره تقسيم 2، ايش راح يعطيني؟ تاو ماكس، اكبر شير ستريس. طبعا هذا ما يحدث ويا البرنسيبال ستريس مثل ما قالت زميلتكم، هذا يحدث في مستوى يميل بزاوية 45 عن منو؟ عن سيجما 1. مستوي يميل بزاوية 45 عن سيجما 1. ترى سلعفة النصف القطر. نصف القطر يمثل تاو. هاي ماخذيه احنا بالمقاومة. نصف القطر مال دائرة مور لما يكون شاقولي شي يمثل؟ يمثل التاو ماكس. دكتور هاي اذا الالفا يعني صفر بهالحاله، شوفوا بقى هذا السطر الاخير بالسؤال. نعم. هذا تابع المقاومه الصف الثاني بس جبناه على 3 دايمنشن. شلون من 3 دايمنشن اطلع ماكسيمم مور سيركل؟ اخذ مثل ما قلت لكم سيجما 1 مع سيجما 2 وسيجما 2 مع سيجما 3 وسيجما 1 مع سيجما 3، اخذ اكبر نصف قطر. ماكسيمم شير ستريس هو اكبر نصف قطر. هذه راح اجيبها هنا وانزلها بالمحاضره. هذا هو قيمة تاو ماكس. فتاو ماكس هنا ايش راح تساوي؟ راح تساوي 35.85.58 مطلق بغض النظر عن الإشارة زاد المطلق 20.7 فيطلع الجواب 56.28. فالتاو ماكس راح يساوي تاو ماكس راح يساوي نصف واحد على افتح قوس 35.58 زائد 20.7 6 قوس
يساوي اثنين 56 نص 56 28 بوينت. بما انه شير ستريس، شوفوا طلاب نباوع على الرسم مال دائرة مور مرة ثانية. الشير ستريس ممكن يكون نصف القطر نحو الأعلى فهذا موجب، وممكن يكون نفس نصف القطر نحو الأسفل هذا سالب. فبالنتيجة هنا انسرت ستريس تاو ماكس له قيمتان، موجب 28 وسالب 28. هذا جواب التاو ماكس. عند السؤال طلاب دكتور، بس العفو هو بدائرة مور من كنا ناخذها بالمقاومة، يعني الشير هو المقابل للمثلث اللي الوتر مالته ار، اي لو هذه كانت اكو زاوية. الجنرال شير ستريس، نعم الجنرال شير ستريس اللي هو يميل بزاويه بس الماكسيموم شي يمثل هي النقطه اعلى نقطه بالدائره هي التاو ماكس. نعم نعم الار، نعم اللي عندها عند هاي النقطه شو راح يصير عندك؟ راح يصير عندك بين الاجهادات الاثنينات يساوون، نعم الجهاد اللي على الاكس اكسس وعلى الواي اكسس يساوون بعضهم عند نقطة الاصل. اوكي دكتور، بس بعد بلا من عنده زحمة سؤال راح ننتقل. دكتور بلا زحمة، نعم موبايلي هيتفشى فراح ادخل من موبايل ثاني، بس سويت طلب بس يقولون يجب موافقة احد المشتركين، ما قاعد اقدر اوكي اوافق انا. ماشي ماشي صار فرقان لؤي. نعم شكرا دكتور. ماشي اوكي عفوا. شكرا. أنا إن شاء الله إن شاء الله خلينا نشوف التسجيل. سلامات. نعم راح أخلص أنزله على اليوتيوب، هذا التسجيل مالتنا ننزله على اليوتيوب حتى شو وقت ما يعجبكم تراجعون وتشوفوا. أوكي بعد من عنده سؤال. شوف أنا توقفت راح نطفر طفرة كبيرة. هسه نرجع مرة ثانية لدائرة مور. هسه أنا أسألكم وأنتم تجاوبوني. كم ماكسيمم كم تاو ماكس عندي بالثري دايمنشن؟ عرفنا تاو ماكس على أنه نصف قطر الدائرة. كم دائرة عندي؟ ثلاث دوائر. إذا كم تاو ماكس عندي؟ ثلاثة. ثلاثة بين سيجما 1 وسيجما 2 الدائرة الأولى بها تاو. ثلاثة. بنفس الوقت ايش عندي؟ عند هاي النقطة، هاي يسموها نقطة تساوي الإجهاد، يا إجهاد سيجما 1 اجى لهنا والسيجما 3 اجى لهنا، بس سيجما 2 ما مربوط، سيجما 2 مو وياهم. هي فقط علاقة ما بين سيجما 3 وسيجما 1. وسيجما 2 مو بالموضوع. بعد إذا أجينا للدائرة الوسطانية اللي تربط العلاقة ما بين سيجما 1 وسيجما 2، كم تاو عنده؟ عنده تاو واحدة، وسيجما 1 راح تقترب من سيجما 2 ويساوون بعضهم. إذن التاو عندي ثلاثة مستويات أحصل منهم تاو ماكس، والأكبر منهم هو تاو ماكس بين الماكس. لكن راح ينطلق سؤال آخر، في أي مستوي الإجهادات الثلاثة تتقارب من بعضها؟ اللي هو ايش راح أحصل؟ راح أحصل ماكس بعد أعلى من هذا. واو أعيد الحكي لأن هذا الحكي صعب. إحنا
ويا اكس ويا سيجما 1 سيجما 3 طلعنا تاو ماكس، ويا سيجما 1 سيجما 2 طلعنا تاو ماكس المرتبه الثانيه، وين سيجما 2 وسيجما 3 تاو ماكس المرتبه الثالثه، والكبير بيناتهم هو اكبرهم. لكن اكو بعد بالرياضيات لقوا اكو بعد مستوي تتساوى به الاجهادات سيجما 1 سيجما 2 سيجما 3 تقترب من بعضها، ولقوا بي التاو اكبر من ذني الثلاثه اللي راحن. ايش سموا هذا المستوي؟ سموه اوكتاهيدرال ستريس. اوكتاهيدرال باللغه الاغريقيه معناها ثماني الاوجه، ثماني الاوجه. هذا مفهوم الاوكتاهيدرال، بان انا عندي سيجما اوكتاهيدرال وعندي تاو اوكتاهيدرال. هذا المستوي الذي تتساوى به الزوايا مع بعضها، كلها تميل نفس الميل، القيم تتساوى، فاذا الزوايا تتساوى. عند ذلك اقدر اقول ال تربيع زائد ام تربيع زائد ان تربيع يساوي واحد، وبما انهم مساويين فراح يصير عندي 3 ال تربيع يساوي واحد. معناها ال شو يساوي؟ زائد ناقص واحد على جذر 3، زائد ناقص واحد على جذر 3، وزائد ناقص واحد على جذر 3. ثلاثة قيم متساوية وكل قيمة بها اثنين، المجموع الكلي جد باعه. راح أوقف الشيرنج أطلع صورتي حتى تشوفون التأشير مالتي. L1 L2 L3 مربوطات ببعضهم، إذا أثبت ال L1 أطلع من عنده L2 L1 أطلع من عنده M1 N1، هاي اثنين. بعدين راح أثبت، بعد ما أروح ال L أروح على ال M أثبت علاقة واحدة اثنين ومن ثم الأخيرة، فراح يصير عندي ثمانية حالات 8 cases. ما هي حالات شلون ال 8 cases؟ زائد زائد زائد، هاي وحدة. الأولى ثبتها زائد، الثانية ثبتها زائد، الأخيرة تصير ناقص، هاي اثنين. جرب أنت، جرب يمك بالورقة والقلم اكتب الحالات زائد زائد زائد، بعدين زائد زائد ناقص، بعدين زائد ناقص ناقص، بعدين زائد ناقص زائد، وهكذا راح تجي تلقاهن ثمانية حالات، تجمعهن ثمانية حالات. منها اجت كلمة أوكتاهيدرال، منها اجت كلمة أوكتاهيدرال. إذا عندي بدل الوجه عندي ثمانية أوجه متساوية الزوايا. زين، ما هي قيمة السيجما أوكتاهيدرال؟ قيمة السيجما أوكتاهيدرال شو يساوي؟ سيجما 1 زائد سيجما 2 زائد سيجما 3 على 3. ليش؟ لأن هذه عندها تتساوى قيم الإجهادات والميول، فسيجما أوكتاهيدرال تساوي المعدل لسيجما 1 سيجما 2 سيجما 3. من أجل إيجاد تاو أوكتاهيدرال راح نستخدم هذا القانون PX PY L1 L2 سيجما 1 سيجما 2 سيجما 3 في ال L أوكتاهيدرال، اللي هو راح يكون سيجما 1 على جذر 3 سيجما 2 على جذر 3 سيجما 3 على جذر 3. نجي نعوض هذني بهاي المعادلة، نحصل هذه المعادلة النهائية باللون الأصفر. أوكي، اللي ممكن نكتبها بعد بالصيغة الرياضية الألطف والأبسط، تساوي سيجما 1 ماينس سيجما 2 تربيع زائد سيجما 2 ماينس سيجما 3 تربيع زائد سيجما 3 ماينس سيجما 1 الكل تربيع. هذه هي التاو أوكتا هايدرال. هذا الاشتقاق مهم ومرات نجيبه بالامتحان. منين اجت هاي المعادلة؟ فمنين راح تبدي الحل؟ تبدي منها تساوي، بعدين تجي تطلع سيجما أوكتاهيدرال تاخذ فد سبيشال كيس. هاي سبيشال كيس بان الوجه يتاثر عليه فقط سيجما 1، باعنا الرسم
سيجما 2 وسيجما 3. ماكو تاو. دكتور ماكو فقط شاشة. طبي وطلعي لان الشاشه. عفوا عفوا، لا اسف، انا طلعت قبل شوي. نرجع مره ثانيه نعيد الشرح. اوكي طلعت الشاشه. اي نعم دكتور هسه تمام. اوكي. فهنالك مستوى يتاثر عليه سيجما 1 سيجما 2 سيجما 3 without tau. نريد نطلع tau octahedral و sigma octahedral. هذا sigma 1 sigma 2 sigma 3، ونريد نطلع tau octahedral sigma octahedral باسلوب التدوير اللي تعلمناه بدايه المحاضره. فراكشن كوساين هو متساوي ونوتاو، فش خلينا نوتاو صفر، فطلعنا سيجما اوكتا هيدر حسب التعويض بهاي المعادله. خلينا نرجعكم بدايه المحاضره. وقلنا سيجما ان تساوي سيجما اكس ال تربيع زائد سيجما واي ام تربيع زائد اي، ذني التو تاو اكس واي عوض مكان صفر صفر. ليش؟ لان مكان سيجما اكس انت راح تعوض سيجما 1، ومكان سيجما 2 راح تعوض سيجما 2. زد راح تعوض سيجما 3، مكان سيجما واي تعوض سيجما 2 الى اخره، ومكان ال ال تربيع عوض 1 على جذر 3، هنا ايضا 1 على جذر 3، 1 على جذر 3 تربيع، يصير عندك ثلث المعدل مالتي. فطلع عندنا سيجما اوكتا هيدرال هو الثلث. زين احنا شلون طلعنا التاو بعدين؟ التاو طلعناه استعملنا بي اكس تربيع زائد بي واي تربيع زائد بي زد تربيع ماينس سيجما ان تربيع. ومكان السيجما ان ايش راح اعوض؟ راح اعوض بي واي، راح احلل السيجما اوكتا هيدرال الى مركبات باتجاه الاكس وباتجاه الواي، راح تصير مركبه بدل ما نقول بي اكس يصير بي 1 وبي 2 و 3. نرجع. اوكي فشوف طلعت عندنا سيجما. تو فايند تاو اوكتا هيدرال راح نحسب بي اكس بدلاله سيجما 1 ال اوكتا هيدرال وسيجما 2 ام اوكتا هيدرال ان اكسترا. جينا عوضناها بهاي المعادله، نعوض ذني سيجما 1 على جذر 3 تربيع يصير ثلث، سيجما 2 على جذر 3 تربيع زائدا سيجما 3 على جذر 3 تربيع ناقصا سيجما تربيع. هذا مقدار تربيع اللي هو سيجما 1 زائد سيجما 2 زائد سيجما 3 تربيع، راح يصير عندك مربع الاول زائد ضعف مجموع الثاني والثالث زائد مربع مجموع الثاني والثالث، انه بتفتح الثاني والثالث تربيع يصير مربع الثاني الى اخره، فراح تتبسط المعادله تصير بهذا الشكل. هذا البرهان مرة ثانية أعيد لكم إياه، هذا البرهان مهم المطلوب استحضاره. أوكي مصطلحات. مصطلح دافيتر ستريس this case only distortion no normal phase define sigma mean. sigma mean معنى المعدل سيجما تساوي سيجما 1 زائد سيجما 2 زائد سيجما 3 على 3، وهذا ما سميناه سيجما اوكتا هيدرال. ماذا يعني؟ يعني هيدروستاتيك. هاي الحالة تعني هيدروستاتيك اللي تتساوى بها الإجهادات من كل الاتجاهات، يعني مثل ضغط الماء متساوي من جميع الاتجاهات.
الديافيتر برنسبال ستريس الفرق عن المين المعدل. يعني انا عندي كانت قبل شويه سيجما 1 35 والسيجما 2 كانت 0 والسيجما 3 ناقص 20، طلعت المعدل مالت انحراف اي وحده من عندهم عن المعدل اسميه دافيتر برنسبال ستريس. اوكي هذه امثله تابعوها، هذا الكلام كله بالارقام. واكو يعني حتى تقدر بالانترنت تطلع هواي مسائل محلوله على موضوعنا اللي هي البرنسبال ستريس. خلاصه الموضوع لو كانت عندي بريك اليمنت عليها اجهادات بالاتجاهات الثلاثه اقدر باي مستوي افر الاجهادات واطلع تاو نور ان تي واطلع سيجما ان. هذه الحالة الأولى سميتها أنا rotation of stresses أو transformation of stresses in any direction. بهاي الحالة الأولى راح يكون الاتجاهات معلومة عندك ال L وال M وال N، المجهول هو شنو سيجما N والتاو N T. الحالة الثانية بالمسائل لنفس الإجهادات ما هو المستوي اللي راح تأثر ب التاو، سميناها principal stress. شفنا المسألة هنا لازم نطلع determinant و مسألة تسمى بالأجنري لكل واحدة عن. أوكي بعدين اتطرقنا بالأخير في نهاية واحدة من المسائل سألنا ما هو تاو ماكس. تاو ماكس طلع عندي لكل حالة من حالات الإجهاد سيجما 1 مع سيجما 3 إلها تاو، سيجما 1 مع 2 إلها تاو، وبين 2 وال 3 إلها تاو. الأكبر هي العلاقة ما بين سيجما 1 وسيجما 3 تعطيني تاو ماكس، لكن هذني علاقات غير مرتبطة مع بعضها، 1 مع 2 مع أهمال 3 أو واحد ان ثري مع اهمال التو. اذكر هاي الحرف سيجما ثري زين. إذا ما عندكم سؤال محاضرتنا انتهت.